Hello, dear students and parents throughout the country and the Arab world, and welcome to a new episode of our program School on Air. Today, dear friends, we're going to deal with Unit 3. Dear friends, we have studied or we have taught Unit 4, Unit 2 before. Had Unit 2 من قبل. النهارده, we're going to tackle with Unit 3. كان في بعض الأشياء, بعض grammatical rules اللي احنا أخذناها في Unit 2. النهارده هناخد يونت 3. طبعا في يونت 2 كان عندنا بعض قواعد الجرامر, خدنا طبعا جزء منها وكانت خاصه بالكونكتورز اللي هي الروابط. خدنا اتكلمنا عن كونكتورز اوف اديشن اللي هي روابط الاضافه. قلنا ان اند بتربط تو سنتنسز, جملتين, او تو فيربز, فعلين, أو to nouns أو whatever to adjectives. ما عندهاش أي مشكلة في أنها تربط أي نوع من أنواع الكلام. فأنا ممكن أقول مثلا يا صداعي, I played, لعبت, and studied, وذكرت played verb في الباست and studied وverb كمان في الباست. وقلنا كمان ممكن أستخدمها لربط صفتين. فأنا ممكن أقول مثلا he is intelligent and active. He's intelligent and active. Intelligent ذكي صفة, وكمان قلت and واكتيف صفة كمان. فاستخدمت and لربط صفتين. ممكن تستخدم لربط two nouns, اسمين. فأنا ممكن أقول he's a painter and a doctor. Painter ده اسم واسم وظيفة, وdoctor اسم وظيفة. ممكن استخدمها لربط جملتين. Yesterday I went to the cinema and I met my friends. فده بالنسبة ل and. لكن في عندنا كمان in addition و in addition to. قلنا ان الفرق ما بين in addition و in addition to ان in addition بيجي بعدها جملة, لكن in addition to بيجي بعدها noun, اسم, او verb ing. ممكن نكتبها, افكركم بيها ونقول عليها example. ان في عندنا in addition اهي, in addition طبعا in addition بيجي بعدها sentence, جملة. يعني مثلا ممكن اقول yesterday I went, ذهبت, I went to the cinema in addition I met my friends. فجي بعد I went to the cinema, جي بعد الجملة دي, جي بعدها in addition, وبعدين الجملة التانية. لكن لو أنا حبيت أغير in addition وأستخدم in addition to بالإضافة إلى نفس المعنى, يبقى in addition دي ممكن أشيلها وحط مكانها in addition. لو حطيت to في الحالة دي لازم يكون بعد مني verb أو verb مضاف له ing أو noun. يبقى بعد in addition to بيجي verb ing أو noun. وإحنا قلنا قبل كده إن المفروض إن to في الطبيعي to is usually followed by infinitive. عادة to بتتبع بinfinitive, ولكن في التعبير ده وبعض التعبيرات الأخرى اللي ذكرناها قبل كده بيجي بعد to verb ing. يبقى in addition to is usually followed by a verb plus ing or a noun. فأنا ممكن أغير الكلام ده وأقول إيه, I went to the cinema in addition to, هشيل طبعا I, وهشيل طبعا إيه, met, هخليها meet يقابل, بس هضيف لها ing تبقى meeting. In addition to meeting my friends, بالإضافة إلى مقابلة أصدقائي. خدنا in addition و in addition to, تمام. في عندنا كمان also, also بتيجي قبل الverb عادة, تمام. فأنا ممكن أقول I went to the cinema and I also met my friends. Also met. فجي بعد also جي verb طبعا تبقى هي بتيجي قبل الverb. طبعا بتيجي بعد كل الاوكسيلاريز اللي هي كان, كود, شال, شود, ويل, وود, مي, مايت, ماست, تمام. ولو عندي مثلا هاف او هاز او هاد ك
كهيلبينج ووردز بتيجي طبعا بعدهم، بتيجي بعدهم. يبقى I can also play the piano، يبقى ممكن أقول I can play مثلا the violin، I can play the violin، ممكن أعزف الفيولين. And I also and I can also I can وبعدين also، حطيت can وبعدين ايه also I can also. يبقى لو في can أو could أو shall أو should أو will أو would، كل الأوكسيلاريز دي ممكن وعايز استخدم also، بحط also بعد الأوكسيلاريز دي. طيب حلو جدا. هنلاحظ ان الافعال الناقصه وطبعا have و has و had لو جم ك helping verbs بتلاقيهم يعني ممكن نقول عليهم ان هم يعني اجزاء من الكلام قويه شويه، محدش يقدر يجي قبلها. يعني لو في عندي adverb، الادفرب بيجي غالبا بعدهم، بعدهم تمام. ولو طبقنا ده على also مثلا ممكن اقول I can also، ما ينفعش اقول I also can. اوكي okay. I will definitely، اوكي okay. I will definitely do so and so. طيب في عندنا connectors of contrast اللي هي روابط التناقض. روابط التناقض دول يعني ايه روابط تناقض؟ يعني انا دلوقتي بقول جملتين وعايز اربطهم مع بعض، ولكن الجملتين المعنى بتاعهم متناقض، مش ماشي مع بعضه. فمثلا ممكن اقول هو يكون مثلا شديد الذكاء، ولكنه غير قادر على الإجابة على السؤال. فهنا في تناقض، واحد ذكي جدا is so smart أو intelligent but ولكن he cannot answer the question. فبات دي من روابط التناقض، نكتبها كده مع بعض. يعني في عندنا connectors of contrast، أول واحدة معانا هي but، وطبعا قبلها بيبقى في comma. في عندنا however، قبلها comma وبعدها comma. ممكن لو أنا كتبتها ب capital letter بالشكل ده، قبلها full stop وبعدها comma، دي معناها ولكن، دي معناها ولكن. وفي عندنا however معناها مع أن أو مع ذلك، مع أن أو ومع ذلك، ومع ذلك. أوكي في عندنا كمان غير ال connectors دول، في عندنا although و though even though. يبقى في عندنا although وفي عندنا though وفي عندنا even though وفي عندنا despite تمام. او ناخد دول الاول وبعدين نتعامل مع despite و in spite of. although و though even though معناهم بالرغم من، بالرغم من تمام. تعالوا ناخد جملة على but وجملة على although. اقول he's rich but he's unhappy. He's rich but he's unhappy. هو يكون غني but he's unhappy، ولكنه غير سعيد. يبقى لو كتبتها كده he's rich، he's rich but ولكنه he's unhappy. He's unhappy. فأنا عندي but، لو أنا حبيت أستخدم although مثلا معناها بالرغم من، فالمعنى هيتطلب مني إن أنا أبتدي بالجزء الثاني وأقول he's unhappy although he's rich. يبقى he's unhappy ده اللي أنا هبتدي بيه، although he's rich بالرغم إنه هو إيه غني. تمام كده؟ طيب ده بالنسبة لـ although though even though، والتلاتة طبعا بنفس الـ إيه الـ meaning. لكن في عندنا كمان، في عندنا غير although though even though، في عندنا despite وان spite of. despite وان spite of. فdespite وان spite of برضو معناهم بالرغم من. تعالوا كده احنا نشوف نكتبهم مع بعض وندي example. despite وان spite of.
الاثنين معناهم بالرغم من، ولكن الفرق ان despite و in spite of بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم verb plus ing او noun او ايه؟ او noun. طبعا ممكن ناخد example، فممكن نقول مثلا ايه؟ ممكن نقول he's unhappy. He's unhappy اللي هي الجملة دي he's unhappy despite despite بيجي بعدها verb ing، فانا اقول despite ايه؟ despite being rich. طب انا عملت ايه دلوقتي؟ عملت ايه؟ حد يعرف؟ طبعا رجعت طبعا is للمصدر بتاعها اللي هو ايه؟ اللي هو be، وبعد كده ضفت ing، بعد كده ضفت ايه؟ ضفت ing. طيب ممكن اعملها بطريقه تانية، حد يفكر كده؟ ممكن لو انا حبيت استخدم مثلا حاجه تانية، ممكن احط بعدها noun. يعني ممكن اقول مثلا he's unhappy، he's unhappy despite or in spite of his richness، بالرغم من ايه؟ من غناه، بالرغم من ايه؟ من غناه. طيب فانا ممكن احط بعد despite or in spite of، ممكن احط بعدهم verb ing او noun، verb ing او noun. ده بالنسبة لي despite و in spite of، تمام؟ طبعا احنا عندنا مجموعة تانية من الروابط، في عندنا غير روابط التناقض، في عندنا كمان connectors of cause and result، تمام؟ روابط السبب والنتيجة. okay. ففي عندنا مثلا because بيجي بعدها جملة، ممكن ننطقها because أو because بيجي بعدها ايه؟ جملة. فمثلا أقول لكم he's sick because he ate too much food. Because he ate too much food. نكتب الجملة دي ونشوف هنستخدم معاها حاجة تانية. يبقى he is sick. تمام؟ ليه بقى؟ Because he ate too much food. اوكي؟ طيب ده الكونكتر اللي معانا، بيجي طبعا جه بعد منه سبب اللي هو because. طيب لو انا حبيت استخدم because of، هل في فرق ما بين because و because of؟ طبعا because او because بيجي بعدها جمله، لكن because of أو because of بيجي بعدها حد يقول ايوه verb ing او noun. ليه بقى؟ لان طبعا كل ال prepositions، واحنا يمكن اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كل حروف الجر طبعا except to ما عدا to، all of them كلهم are usually followed by verb ing or a noun. يبقى نقول تاني، all prepositions in English، كل حروف الجر in English except to طبعا ما عدا to are followed by، بتتبع بي either إما verb ing or a noun. وكتبنا إن حروف الجر اللي معانا هم of و in و on و at و from و with و without، كل دول بيجي بعدهم noun أو verb ing. وإحنا اللغة طبعا ممكن حضرتك تحاول تتذوق الجملة، تشوف من خلال المعنى، يعني القاعدة ما بتتحطش كده إلا طبعا القاعده بتتحط عشان تسهل لنا ازاي احنا لو بنتكلم على الانجليش، يعني ازاي احنا نكتب كويس، ازاي احنا ننطق كويس، فهي بتسهل لنا الامور دي. القاعده طبعا بتبقى مبنيه على حاجات كتير من ضمنها المينينج. فانا دلوقتي لو انا قلت because of على بعضها معناها ايه؟ بسبب. فانا هقول هو مريض بسبب ايه؟ بسبب الاكل الكتير، صح؟ الاكل. يبقى انا حطيت ايه؟ noun، اسم. فانا لازم الكلام ده برضو اعمله بالانجلش، فهقول because of الناون ده اجيبه ازاي؟ eating. يبقى eating ضفت ing، ضفت حولت الفعل للمصدر. طبعا ما بينفعش خالص اضيف ing الا للمصدر، ما ينفعش يبقى عندي فعل في الماضي واروح ضايف له ing، غلط. يبقى هقول تاني، يبقى انا لما يكون عندي اي حرف جر وعايز احط بعد منه حاجه غالبا بيكون verb ing او noun، الا to طبعا، الا to ما عدا to بيجي بعدها مصدر، to بيجي بعدها مصدر. فانا بقول because of eat ولا eating؟ طبعا because of eating. تعالوا نكتب المثال كده مع بعض. He's sick because of
طبعا احنا هنشيل ايه؟ he ate، هنشيل he ate. طبعا he ate دي هتتحول الى eat، صح كده؟ eat مصدر، وبعدين اضيف لها الاي ان جي، لان انا ما ينفعش خالص احط اي ان جي الا للفعل في المصدر. طبعا بتتشال هي لان بعد because of بيجي فيرب اي ان جي، يبقى هنقول he's sick because of eating too much. شلنا ايه طبعا؟ because of eating too much. اوكي؟ طيب يبقى ده بيطبق لنا او بيحقق لنا القاعده اللي احنا قلناها، اللي هي to بيجي بعدها مصدر، لكن باقي حروف الجر غالبا بيكون بعدهم فيرب اي ان جي او ناون. فيرب اي ان جي فعل مضاف لاي ان جي او ناون. وعرف ان احنا ما ينفعش نضيف الاي ان جي الا الفعل في المصدر. ما ينفعش يبقى عندي فعل في الماضي او في التصريف الثالث واضيف له اي ان جي، ما ينفعش، خطأ وكلنا بنقع فيه. طيب ده بالنسبه للفرق ما بين بيكاز وبيكاز اوف. تمام؟ طبعا في عندنا سو. سو معناها لذلك، وهي طبعا عكس الاستخدام بتاع because او because. فانا مثلا لو قلت he is sick because he ate too much، لو انا حبيت اغير الكلام ده واقول استخدم so اللي هي معناها لذلك، يبقى هقول he ate too much، هو اكل كتير، so لذلك he's sick. اوكي؟ so he's sick. يبقى هي عكس الاستخدام بتاع ايه؟ بتاع because او because of. طبعا في عندنا كمان مجموعة كبيرة من الـ relative clauses، مش كبيرة قوي يعني، في عندنا مجموعة من الـ relative clauses لازم ناخد بالنا منهم كويس جدا، وهم طبعا يمكن احنا اخدتهم قبل كده جزء منهم، بس هي طبعا في عندنا في تانية هو بيتكلم عنهم باستفاضة، او المنهج موجود بيشرحهم باستفاضة، فهناخدهم مع بعض. تعالوا نشرح كده الفرق ما بين who و which. طبعا احنا عندنا نكتب الاول relative clauses، relative clauses طبعا احنا عندنا هنتعامل مع relative pronouns اللي هم مين اللي بيعملوا لنا relative clauses who، وطبعا هو بيساويها that، يبقى هو بيساويها ايه؟ ذات. معناها ايه هو ذات؟ معناها الذي او التي. بيجي قبلها ايه؟ قال لنا بيجي قبلها person، شخص. تمام؟ وبعدين بيكون عندي فيه اما verb فعل، يا اما subject plus verb، subject plus verb. يبقى هو بمعنى دي بيجي اللي بتساوي طبعا ذات، بيجي قبلها person وبعدها verb او subject plus verb. طب ناخد مثال، هقول مثلا احمد is the boy، هو الولد اللي الذي، يبقى هو عمل ايه بقى؟ هو ironed the clothes. اوكي، احمد is a boy who ironed the clothes. احمد هو الولد، هو الذي جه بعدها verb ironed. طبعا ironed جاي طبعا من iron يكوي، او طبعا بتيجي بمعنى مكوى، هو الولد اللي كوى الهدوم. طيب حلو جدا، هو جه بعدها verb، هل ينفع اجيب بعد هو subject plus verb؟ انا قلت كده. طب ازاي؟ ممكن اقول احمد is the boy who I met yesterday. احمد هو الولد اللي انا قابلته امبارح. احمد is the boy who ممكن احط بعد هو ايه؟ ممكن احط بعدهم اشيل iron دي مثلا واحط ايه؟ I met اللي انا قابلته. طيب انا دلوقتي عندي جملتين، عندي جملتين دلوقتي. الجمله الاولى اللي هي ايرند، تمام، هو ايرند، والجمله الثانيه اللي هي هو اي مات. الفرق ما بين الاثنين، قال لنا ايرند دي الفعل ده
بيشير إلى الفاعل اللي هو the boy. تمام؟ قال لنا لا يجوز حذفه على الإطلاق. لا يجوز حذف إيه؟ لا يجوز حذفه هو على الإطلاق في الحالة دي، يعني ما ينفعش أقول هو دي هنا أشيلها. قال لنا لكن لو جه بعد هو I sorry subject to plus verb، في الحالة دي أنا ممكن أشيل إيه؟ ضمير الوصل. يبقى ممكن حذف ضمير الوصل إذا أشار إلى مفعول. طب يشير إلى مفعول إزاي؟ هتلاقي بعد منه subject تاني وverb. هقول الكلام ده تاني. يبقى هو ممكن تشير إلى فاعل، ممكن تشير إلى مين؟ فاعل اللي هو the boy، وفي الحالة دي هيجي بعد منها verb، هيجي بعدها إيه؟ فعل. في الحالة دي ما ينفعش خالص أحذف هو، ما أقدرش أحذف هو خالص. لكن لو هو أشارت إلى مفعول، طب إزاي تشير إلى مفعول؟ قال لنا لو جه بعدها subject plus verb، ففي الحالة دي هي بتشير إلى إيه؟ مفعول object. في الحالة دي هي بتشير إلى إيه؟ إلى object مفعول. طب أعمل إيه دلوقتي؟ قال لنا ممكن تحذف إيه؟ هو في الحالة دي. يبقى ممكن تقول أحمد is the boy I met yesterday. أحمد is the boy وشلت هو وكملت I met yesterday. أحمد is the boy هو إيه؟ هو I met، شلتها شلت هو وقلت إيه؟ I met yesterday. لكن لو بتشير هو إلى فاعل هيجي بعدها فعل ولا يجوز حذفها على الإطلاق. طب نجرب كده نحذفها نشوف هتتحذف معانا ولا لأ، والمعنى هيكون عامل إزاي. بيقول لنا أحمد is the boy ironed the clothes. طبعا الكلام ده غلط جدا، ما ينفعش. يبقى كده احنا عرفنا ازاي او امتى بنحذف هو، امتى يجوز حذفه هو. بالمناسبه هو بتساوي ذات، برضو معناها الذي او التي. طيب حلو جدا. دلوقتي احنا هننتقل لريلاتيف بروناون اخر، وهو طبعا which. which معناه الذي او التي. الله، طب ايه الفرق؟ هو معناه الذي او التي. قال لنا ان which بيشير الى شيء ممكن او حيوان، حاجه غير عاقل يعني. فانا ممكن اقول this is the computer، هذا هو الكمبيوتر which I bought yesterday. انا بتكلم على الكمبيوتر صح كده، فانا ممكن ساعتها استخدم which. نكتب الجمله دي ونكتب which هي بتساوي ذات برضو. الله، which بتساوي ذات، معقول؟ which برضو بتساوي ذات. ممكن اقول this is the computer، هذا هو الايه؟ الكمبيوتر الذي بقى ايه؟ which الذي اشتريته، which I bought yesterday. حلو جدا. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان which جه بعدها subject plus verb. ف which او that ممكن يجي بعدها subject plus verb، وممكن يجي بعدها verb بس. الله، دي نفس القاعدة بتاعت who، نفس القاعدة بتاعت مين؟ بتاعت who. يعني which بتساوي that وwho بتساوي that، والاثنين بيجي بعدهم اللي هما مين الاثنين؟ which وهو. which بتساوي ذات وهو بتساوي ذات، والاثنين معناهم الذي او التي. الفرق ان which بتيجي مع غير العاقل وهو بتيجي مع العاقل. سواء which او هو بيجي بعدهم verb او subject plus verb. فاهمين كده؟ طيب هل القاعدة اللي أنا قلتها من شوية إن أنا ممكن أحذف هو ممكن أطبقها على which وأقول وأحذف which برضو؟ قال لنا ممكن، إذا أشارت which إلى مفعول. طيب ممكن أحذف which ساعتها؟ قال لنا هتلاقي بعدها subject plus verb. يبقى لما بتلاقي بعد هو أو which subject plus verb فاعل وبعدين فعل، فاعل وبعدين فعل، ساعتها تعمل إيه؟ ساعتها يجوز حذف which ويجوز حذف هو، يجوز حذف which ويجوز حذف who. تمام كده؟ طيب اهو لو في subject plus verb فانا ممكن اشيل ايه؟ اشيل which. حلو جدا. يعني نجرب كده نشوف this is the computer I bought yesterday. تنفع؟ تنفع صحيح. طب ازاي
يجي بعد which verb. قال لنا which يجي بعدها verb في مثال زي اللي انا هكتبه دلوقتي. اقول مثلا this is the car, هذه هي السيارة. Which runs on electricity, which runs on, التي تسير بواسطة electricity. التي تسير بواسطة الكهرباء. طيب this is the car which runs on electricity, التي تسير بالكهرباء. جي بعد runs ايه؟ جي بعد which ايه؟ جي بعدها verb اللي هو runs. الله، يعني ينفع بعد which يجي verb؟ طيب لو جي بعدها verb، قال لنا في الحالة دي لا يجوز حذفها على الإطلاق. ما ينفعش أقول this is the car runs on electricity، ما ينفعش خالص. يبقى هنا لا يجوز حذف ايه؟ لا يجوز حذف which، لكن هنا يجوز حذف which. تمام، لان جه بعدها subject plus verb. طيب حلو جدا، ينفع استخدم مكان which that؟ ينفع استخدم مكان which that. طيب في عندنا حاجه يعني برضو نعرفها كويس جدا علينا في الايه، في المقرر بتاعنا، ان which و who قال لنا لو جه بعدهم verb to be، لو جه verb to be فانا ممكن احذف verb to be ومعاه كمان relative pronoun. ازاي يعني؟ طب الجملة كده هتبوظ. قال لنا ينفع اشيل relative pronoun اللي هو ضمير الوصل اللي هو who او which، اشيلهم. ده اذا جه بعد منه ايه؟ جه بعد who او which verb to be اللي هو am, is, are, was, were. وهستبقى على ايه اللي جاي بعدهم؟ هستبقى على يا اما معايا past participle تصريف ثالث، يا اما verb مضاف له ing. تعالوا نشرح الكلام ده مع بعض. بيقول لنا this is the man who was running. Aliya, who is running? This is the man who is running. Okay. فأنا ممكن أشيل who وأشيل verb to be. تمام كده؟ ينفع أشيلهم. يبقى عندي verb ing. ممكن آخد جملة أفضل شوية، بيقول لنا the boy who was injured yesterday is my brother. Okay, the boy who was injured yesterday is my brother. And then what عندي who وجيب بعدها verb to be. قال لنا ساعتها اشيل هو واشيل verb to be. مين هو verb to be؟ verb to be في الماضي طبعا was where، و verb to be في المضارع am و is و are. اوكي، فانا لو قلت the boy injured yesterday is my brother تنفع؟ تنفع. طب لو عندي which وبعدها verb to be برضه بش ممكن اشيل which واشيل verb to be. اوكي، مين verb to be؟ verb to be هو am و is و are في present، was where فين في الباست. تعالوا احنا نشوف حاجة كمان. قال لنا في عندنا كمان من ضمن الروابط اللي معانا او الـ relative pronouns، في عندنا where. Where بتشير الى place، مكان. يبقى where بتشير الى مكان، فبيجي قبلها مكان. فانا مثلا ممكن اقول لكم مثلا ايه، this is the city where I was born. This is the city where I was born. استخدمت ايه هنا؟ استخدمت where. الله، where بتشير الى ايه؟ بتشير الى place. بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها place، مكان يعني. يبقى where بيجي قبلها مكان. طب وبيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها sentence، جملة كاملة. طب تعالوا ناخد example ونوضح اكتر.
بيقول لنا يلا هير أليكس is Alex at the city where I was born. تمام. Alex at the city where I was born. Alex هي المدينة حيثما حيثما ولدت. اوكي. طيب فوير جه بعدها طبعا جه بعدها sentence وطبعا جه قبلها place مكان. This is the city هذه المدينة مكان where I was born. طبعا انا ممكن اعوض عن where دي بحاجة من الحاجات دي، يا اما اقول in which in which، يا اما استخدم which بس واحط في اخر الجملة in. اوكي. فانا ممكن اقول Alex is the city in which I was born. In which اللي فيها ولدت. In which I was born. وممكن اقول Alex is the city which، شيل where واحط which. بس لو حطيت which هنا لازم احط in في اخر الجملة. تمام. يبقى Alex is the city which I was born in. اوكي. ده بالنسبة لايه؟ ل where. في عندنا كمان من ضمن relative pronouns في معانا when. when من معناها او من شكلها بتشير الى وقت، فبيجي قبلها وقت. فانا ممكن اقول summer is the season، هو الفصل، when we travel to Alex، وقتما نسافر الى الاسكندرية. تعال نكتب المثال ده ونشوف when بيجي بعدها ايه وقبلها ايه. في عندنا when وقتما، طبعا بيجي قبلها time وبيجي بعدها sentence. اوكي. طبعا when بالظبط شبه مين؟ شبه where. ازاي بقى؟ قال لنا بتساوي in which، طبعا ممكن يبقى in او at او on. تمام. which على حسب الوقت اللي انت بتتكلم عنه. لو يوم هتقول on which، او حاجة بتعبر عن يوم. لو ساعة هتقول at which. لو شهر او سنة او غيره هتقول ايه؟ in which. وممكن استخدم which بس واجي في اخر الجملة احط ايه؟ in او at او on. in او at او on. اوكي. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة ل when. when بتساوي مين؟ بتساوي in which او at which او on which. وممكن احط which وفي الاخر احط on، in او at او on. وين بيجي قبلها؟ وقت. فانا ممكن اقول summer save is the season، هو السيزن الفصل، when we travel to Alex. اوكي. وقتما نسافر الى الاسكندرية. في عندنا كمان هوز طبعا بتشير الى الملكية، فهي بتحل محل subject، بتحل محل possessive adjective صفة ملكية او possessive pronoun. فانا ممكن اقول ايه؟ this is the man او this is the doctor، هذا هو الطبيب. whose car اللي سيارته was stolen. ايه هوز دي بقى؟ قال لنا هوز دي relative pronoun. طب استخدمتها ازاي؟ قال لنا بيجي قبلها مالك وبعدها شيء تابع او مملوك. نكتب كده الكلام ده، يبقى عندنا هوز اللي هي دي، بيجي قبلها owner مالك، وبعدها something owned something owned. تمام. فأنا ممكن أقول مثلا that is the doctor، that is the doctor whose car was stolen. okay. whose جه بعدها شيء تابع أو مملوك. okay. وقبلها مالك.
في عندنا كمان why هو بتشير إلى يعني سبب. فأنا ممكن أقول مثلا this is why I asked him the question. This is why I asked him the question. ده السبب اللي علشانه أنا سألته السؤال. طيب في عندنا كمان what. What بتشير إلى إيه؟ قال لنا what ممكن بتشير إلى شيء محذوف. يعني مثلا ممكن أقول إيه؟ This is what I said. هذا ما قلت. This is all I ate. ده كل اللي أكلته. أوكي؟ يبقى في عندنا what بتشير إلى شيء محذوف، وفي عندنا why بتشير إلى سبب. طيب حلو جدا. احنا بكده يعني شرحنا relative pronouns، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوهم، هناخد عليهم براكتس ان شاء الله. ناخد فاصل كده من الجرامر، ناخد شوية من الفوكابلري الكلمات، ونرجع تاني نكمل الجرامر بتاع يونت 3. في عندنا اول حاجة معانا هي الفرق ما بين the other و others. طبعا هي ممكن تيجي the other وممكن تيجي other لوحدها، وفي عندنا another و others. طيب احنا ممكن نكتب other الاول او another الاول ونشوف معناها ايه. another هنا انا كتبتها كده، بيجي بعدها مفرد singular another، افتكروها بان بيجي بعدها مفرد، لكن other بيجي بعدها plural جمع. طب اديني مثال وفرق لي ما بين الاثنين. يا ممكن اقول مثلا I bought another book، اشتريت كتاب اخر. another book كتاب واحد. I bought other books كتب اخرى. I bought other a books. لكن في غير كده، في عندنا the other، the other، بس the other بيجي بعدها يا اما اسم مفرد singular مفرد، او ممكن يبقى plural جمع، وممكن ما يبقاش فيه اسم اصلا no noun، يا اما singular يا اما plural يا اما no noun. يبقى ممكن اقول the other book is mine، الكتاب الاخر بتاعي. the other book is mine. the other books كتب الاخرى are mine. ممكن اقول مثلا يا صديقي بالامس I bought two CDs، اشتريت اتنين CD. هيا I gave one of them، اعطيت واحدة to my brother and kept the other، واحتفظت بالاخرى. I kept the other. يبقى ما جاش بعدها noun. ممكن ما جاش بعدها noun. قالينا ممكن ما جاش بعدها noun. ممكن اقول and kept the other CD. The other CD جي بعدها اسم اهو، وممكن اشيل السي دي خالص واقول I gave him one، اديته واحدة، and kept the other، واحتفظت بالايه؟ بالاخرى. مفيش بعدها noun. يبقى the other اللي فيها the، بننطقها the لان يجي بعدها vowel. يعني كلمة other بدأ vowel متحرك، صوت متحرك، فبننطقها the، ننطق ازاي the. فهنقول the other CD. يبقى يجي بعدها اسم مفرد، ممكن يجي اسم جمع the other CDs، وممكن مفيش اسم اصلا. طيب في عندنا كمان others. others بمعنى اخرين. others بمعنى اخرين. سواء others او the others الاثنين طبعا others اخرين و the others الاخرين بيشيروا الى جمع، الاثنين بيشيروا الى جمع، ولكن ما بيجيش بعدهم اسم. تمام. يعني مثلا there were مثلا many groups of people، كان في مجموعات كتير من الناس in the conference. تمام. Some of them attended، بعض منهم حضر. تمام. And enjoyed، واستمتع. The others الآخرين didn't enjoy. Didn't enjoy. But the others ما جيش بعدها أي اسم، بس أشارت لإيه؟ لجمع الآخرين. يبقى the others بيجي بعدها، طبعا ما يجيش بعدها اسم، وتشير إلى جمع، سواء the others أو others بالذات أو من غير الذات.
ده الفرق. تعال نشوف الأمثلة اللي موجودة معانا على الشاشة. بيقول لنا the other بيجي بعدها singular noun, the other بيجي بعدها plural noun, ممكن singular أو plural. فبقول the other student أو the other students, لكن others بيجي بعدها طبعا فعل على طول, مفيش اسم يعني. Some students are in class, the others are out. الآخرين يكونوا بالخارج. الفرق ما بين among و between, طبعا between معناها بين, بين حاجتين, in the middle of two things, yeah, between in the middle of two things, بين شيئين أو حاجتين. فأنا ممكن أقول B is between A and C, الـ B حرف الـ B ما بين الـ A والـ C. Among طبعا مختلفة, among بيقول لنا surrounded by somebody or something, محاط بشخص أو شيء. بيقول لنا the house is among the trees, the house المنزل is among the trees, بين الأشجار. هتلاحظوا ان among ايه جت طبعا بتشير الى ان شيء محاط بمجموعة كبيرة من الأشياء, مش اتنين فقط يعني. في عندنا الفرق ما بين earth والفرق ما بين floor وground. تعالوا كده احنا نكتبهم ونشوف ايه الفرق ما بينهم وبين بعض. earth تيجي بمعنى كوكب الارض, earth بتيجي بمعنى كوكب الارض وبتيجي بمعنى tummy. اوكي, في عندنا كمان floor ودي اللي هي الأرضية. Okay, the floor of the room, أرضية الغرفة. في عندنا كمان ground اللي هو الأرض مثلا في الشارع في أي حتة بس خارج يعني مبنى يعني. في عندنا كمان soil, soil اللي هي التربة, soil اللي هي التربة. في عندنا earth, floor, ground, soil, واخر حاجه معانا هي land. land اللي هي اليابسه, land اللي هي الايه اليابسه. okay, يعني ممكن اقول about 31, about 31 of the space on earth is land. about 31 أو about 30 is land, and the other 70 is water. طيب تعالوا احنا نشوف حاجة كمان. في كان عندنا طبعا active and passive. طبعا active and passive طبعا اللي هو المبني للمعلوم مبني للمجهول. طبعا احنا عارفين ان active هو المبني للمعلوم و passive هو المبني للمجهول. نكتب active ونكتب passive والفرق ما بينهم وازاي بنحول من active ل passive او ازاي بنستخدم ال passive. active هو المبني للمعلوم and passive هو المبني للمجهول. طبعا active الجملة بتاعتها بيبقى الفاعل بتاعها معروف, في فاعل معروف, و passive هو فاعل ايه طبعا فاعل غير معروف, اما غير مهم, غير مهم او غير معروف, تمام, او معروف لدى الجميع, فببتدي الجملة بتاعتي بالمفعول. يبقى امتى بستخدم الpassive؟ الpassive بتاعي بستخدمه لما يكون عندي فاعل غير معروف. يعني مثلا اقول the bank was robbed, البنك سرق او تم السطو عليه, انا ما اعرفش مين الحرامي, فاستخدمت passive. ممكن الفاعل غير مهم, فانا ممكن اقول the student مثلا او the man was given a prize, اعطي جائزة, مش مهم بقى مين اللي اعطاه بس ايه هو اخذ جائزة. وممكن يبقى الفاعل معروف لدى الجميع فمفيش داعي ان انا اذكره, فممكن اقول the thief was arrested, the thief was arrested, الحرامي قبض عليه او تم القبض عليه. طب ازاي انا بحاول من اكتف الباسف؟ تعال نشوف كده مع بعض. جملة زي الجملة دي, he makes bread, he makes a bread, هو بيعمل خبز. الجملة دي طبعا اكتف لان انا بدأت بالفاعل. قال لنا ازاي احولها الى باسف؟ اول حاجة اول خطوة لازم ابتدي بالاوبجكت المفعول.
اللي هو bread. بعد كده بحط verb to be في نفس التنس. طب هنا التنس اللي معايا او الزمن اللي معايا في ال present، فانا هحط am او is او are، يبقى bread هياخد is طبعا مش هياخد are لانه لا يعد، يبقى bread is. وبعد كده التصريف الثالث الباست participle من makes اللي هو made. by mean by نحول ضمير الفاعل ده الى ضمير مفعول تبقى by him. by ايه؟ by him. يبقى هنقول تاني he makes bread فاعل، فعل مفعول، لما اجي احول الى passive يبقى ابتدي بالايه بالمفعول، بعدين فيرب تو بي في نفس الزمن، طب الزمن ده مضارع يبقى فيرب تو بي هيكون ام او ذو ار، بعد كده التصريف رقم ثلاثه اللي هو ميد، وبعدين باي ايه؟ باي هي، ما ينفعش طبعا باي هي، بنحول هي الى هيم، طبعا ضمير الفاعل بيتحول الى ضمير مفعول. لو عندنا جمله بتقول هي ميد بريد، يعني انا الجمله بتقول لي هي هو ميد بريد. هي ميد بريد. طبعا انا لما احول من اكتف الى باسيف ابتدي بالايه بالمفعول اللي هو bread، وبعدين فيرب تو بي في نفس الزمن اللي هو طبعا هيكون ايه bread هياخد was، وبعد كده هنحط التصريف التالت من made اللي هو made. bread was made by mean by him برضو. طب لو انا عندي جمله في a present continuous he is making bread he's making bread، قال نبتدي برضه بالمفعول اللي هو bread، نحط verb to be في نفس التنس، طيب هنا الزمن بتاعي present continuous، يبقى نحط ايه؟ الفيرب في المضارع المستمر، وهنقول verb to be في المضارع المستمر هيبقى ايه؟ is being، صح كده؟ ولا are being؟ طبعا bread هياخد ايه؟ is، يبقى bread is being. تاني بدأت بالمفعول، بعدين حطيت verb to be في نفس الزمن ده، الفعل be حطيته في نفس الزمن ده، بدل ما هي is making but is being. تمام كده، وبعدين نحط التصريف الثالث، ثابت معانا التصريف الثالث من make اللي هي made، يبقى bread is being made by mean by him. لو جملة في الماضي المستمر هنقول he was making bread he was making a bread، لو هنحولها الى passive هنقول bread، ماله بقى البريد؟ ها حط verb to be في نفس الزمن، يبقى بدل ما هي was making تبقى was being، was a being. وبعدين ال past participle he was being he a bread was being made bread was being made by mean by him. okay طيب now dear students we have come to the end of our episode for today, wishing you good luck and bye bye.